السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يصدر تقريرا عن الوضع الحقوقي في البلد وينتخب هيئات جديدة. إلغاء الاجتماع الأخير بين وفدي الأغلبية الحاكمة والمنتدى الوطني يعيد الجدل بشأن عدم الثقة بين الطرفين بشأن الحوار. لقاء مرتقب بين متصدري الدوري الموريتاني أفسي تفرغزينة ونادي تشكجة في الجولة القادمة من الدوري. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. انتخب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان مكتبا تنفيذيا جديدا برئاسة الأستاذ عبد الله والبيان، وذلك في ختام جمعية عمومية نظمها المرصد الموريتاني بنواكشوط، تم خلالها تقديم تقرير مفصل عن أوضاع حقوق الإنسان في البلد. وقال والبيان في كلمة ألقاها بعد انتخابه إن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا تحتاج الكثير من العمل الجاد بسبب التأثير السلبي الناتج عن التخلف في هذا المجال. لا يخفى أن وضعية حقوق الإنسان في بلدنا تتطلب الكثير من العمل الجاد بسبب التأثيرات السلبية الناتجة عن التخلف في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق حسب رأيي في بعدين أساسيين: البعد التقليدي التاريخي الناتج عن ثقافة التسلط والاستبداد وسيطرة ثقافة حق القوة بدل قوة الحق، وما خلف في بلدان كبلدنا من مظالم كثيرة ضد فئات عريضة من المجتمع ومفاهيم وممارسات مغلوطة ضد المرأة والطفل والمستضعفين. البعد الآخر، البعد الحديث والمتعلق بالتفريط في حقوق الفرد والحد من حريات الناس بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وهو ما تشترك فيه الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية على حد سواء وإن بنسب متفاوتة. وفي هذا الإطار يبقى شعارنا كمهتمين بقضايا حقوق الإنسان وما قاله أحد رواد السياسة الحديثة في أن من يفرط في الحرية حفاظا على الأمن لا يستحق أي منهما. من ناحيته حذر حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده مسعود البلخير حذر من موقف رابطة العلماء الموريتانيين الداعي إلى اعتماد فتوى العلماء الموريتانيين الصادرة عام 1981، واعتبر الحزب في بيان صادر عنه أنه لم يكف يوما عن تحذير الموريتانيين من المخاطر التي تهدد وجود البلد نتيجة الإهمال المخجل واللامبالاة الغريبة والعجز البين للنظام عن إعداد خطة عمل ناجعة لحل مشكل العبودية في موريتانيا. وطالب الحزب النظام بإصدار مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة بشأن العبودية ومخلفاتها وإعداد برامج شاملة وذات مصداقية بعيدا عن الدعايات للتحسين من أوضاع المتضررين الاقتصادية والصحية والتعليمية. في خبر آخر، عبرت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم عن اجتياحها لاتفاقية إنهاء الإضراب الجزئي الذي دعي إليه بعض مناديب العمال على مستوى مدينة الزويرات في 30 يناير الماضي. وقالت الشركة إنها تمكنت خلال فترة الإضراب من ضمان استمرارية عملياتها الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها تجاه زبنائها، حيث تم شحن 1,971,405 أطنان موزعة على 15 سفينة في شهري فبراير ومارس. وطالبت الشركة العمال بتفهم الظرفية الخاصة التي يمر بها سوق الحديد عالميا، وأعربت عن رغبتها في فتح صفحة جديدة ورص الصفوف، كما تدعو العمال إلى مضاعفة الجهود لكسب التحديات التي تفرضها الوضعية الراهنة. صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الخميس على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 048/2007 المجرم للعبودية والممارسات الاسترقاقية. وقال وزير العدل سيدي واللزين إن القانون الجديد تضمن تعريفا دقيقا للاسترقاق وممارساته، ونص على الرفع من العقوبات المترتبة على هذه الممارسات، كما نص على إنشاء محاكم مختصة في جرائم الاسترقاق. تفاصيل وأوفى نتابعها في التقرير التالي.
مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل القانون رقم 048/2007 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المجرم للعبودية والممارسات الاسترقاقية. مشروع القانون الجديد وفق وزير العدل الموريتاني تضمن تعريفا دقيقا لمفهوم الاسترقاق وممارساته، ونص على الرفع من العقوبات المترتبة على ذلك، كما نص على إنشاء محاكم مختصة في جرائم الاسترقاق. وطرادوا ثلاث مساي بالنسبة للقانون السابق، الأولى منهم حدة في التعريف الممارسات العبادية صنفت كجرائم. المسألة الثانية هي من ارتفع من حد العقوبة، كان غالبية المسائل اللي كانوا في القانون كانوا جنح، عدناهم كاملين جرائم وحبسهم يمشي من 5 سنوات إلى 10، والغرامة اللي ترتفع من 250 إلى 5 ملايين. القانون الجديد يتيح للمنظمات الحقوقية بأن تكون طرفا مدنيا في قضايا الاسترقاق أمام المحاكم، ما يسهل من عملها في مؤازرة الضحايا وخصوصا المنظمات ذات التجربة التي تفوق 5 سنوات. منظمات حقوقية كاملين هذا اللام اللي يكثف عملهم، والقانون قاع بوب بأنهم يقدروا يعودوا كطرف مدني في القضايا قدام المحاكم، وهذا ملي جديد في القانون ومكنهم من السهل بسهم عملهم. ذاك اللي منهم بعد مشرع، وذاك اللي منهم مرخص، وخاصة ذاك اللي منهم عنده تجربة مدى 5 سنوات. وتأتي المصادقة على هذا المرسوم في ظل سياق يشهد حراكا حقوقيا متسارعا زاد منه اعتقال بعض الحقوقيين على خلفية مشاركتهم في مسيرة تقول السلطات الموريتانية إنها ليست مرخصة، ويقول أصحابها ومحاموهم رأيا آخر، لكن الكثيرين يترقبون الدور الذي يمكن أن يلعبه القانون الجديد في مجال تجريم الاسترقاق الذي تقول السلطات الرسمية إنه اختفى ولم يبق إلا آثاره، وتقول بعض المنظمات الحقوقية إنه عرف تراجعا لكنه ما يزال مستشريا في بعض المناطق. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقا لتكوين عشرات الناشطين الجمعويين والحقوقيين في مجال التسيير، والدور المنوطي بمنظمات المجتمع المدني لعبه في التصحر الذي يقول المشاركون إنه أضحى خطرا يتهدد بلدان منطقة الساحل وأفريقيا الغربية. الدورة التكوينية لتعزيز القدرات على التقارير المالية حول النشاطات اللي ممولة في نطاق برنامج العالمي للبيئة، وكانت هذه الدورة تركزت على قسمين، القسم الأول تدريب تكوين فني حول تعزيز القدرات الفنية للمنظمات حول التسيير والتقارير المالي، وجزء آخر ثاني حول التعبئة حول آثار التصحر والنشاط اللي يلا يقوم به المنظمات المجتمع المدني في مكافحة التصحر. أعاد إلغاء الاجتماع الذي كان مرتقبا بين وفدي الأغلبية الحاكمة والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بشأن الحوار السياسي، أعاد إلى الواجهة من جديد أجواء عدم الثقة ما بين الطرفين، أجواء يقول بعض المراقبين إنها تعتبر أبرز عقبة تعترض سبيل البدء في الحوار السياسي الذي يعبر كل طرف عن الاستعداد له. نتابع. أولى عقبات الحوار ما بين الطيف السياسي الموريتاني امتعاض واستياء في أروقة القصر الرمادي والرئيس محمد عبد العزيز من مستوى التمثيل في بعثة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وفي نفس الاتجاه تذمر من المنتدى حول تأخر مولاي والمحمد الأغضف في الالتقاء بوفد المنتدى وتسلم ممهدات الحوار، فأي طالع ذاك الذي يستبقنا به الحوار بين المعارضة والموالاة بعد استعراض العضلات الأخير للطرفين وتسير المنتدى لمسيرة التضامن مع عمال سنيم في قلب العاصمة نواكشوط، في حين فضلت الموالاة سياسة الخرجات الإعلامية لتتوج تلك الخرجات بإعلان الاتفاق على حل مشكل سنيم ووضعه في خانة إنجازات الرئيس على حد وصف الأغلبية. طريق الحوار بين المعارضة والنظام يقول المراقبون إن عراقيل عديدة قد تعترضه،
وفي مقدمتها مشكل ما قبل الجلوس على طاولة الحوار. عبر التصريحات الإعلامية التي قد تلبد سماء الحوار وتوصله لمرحلة الفشل من جديد ما لم تقدم الأطراف أرجلا نحو التفاهمات السياسية، بعد أن ظل مشكل العمال في سنيم شماعة يعلق عليها الطرفان التأخر عن الحوار البطيء على حد وصف المراقبين. تعيش مناطق مثلث الأمل المعروف سابقا بمثلث الفقر وضعية صعبة من حيث ضعف الخدمات الصحية وفقر الآلاف من السكان الذين يعانون من أمراض مختلفة يتضرر منها الأطفال والنساء والمسنون في هذه المناطق. المزيد في التقرير التالي. نظمت جمعية بسمة وأمل قافلة خيرية بالتعاون مع هيئة قطر الخيرية إلى بلدية الأحرش بمنطقة مثلث الأمل المعروف سابقا بمثلث الفقر، وتهدف القافلة إلى علاج المرضى وتقديم مساعدات طبية وغذائية للسكان المحليين في المنطقة البعيدة والمعزولة والتي تعاني من فقر وحرمان. هي 100 طفل أحصينا تقريبا منها درعود لا أقل من 100 طفل ما بين الإصابات الجلد وإصابات ونقص الحديد، كمان سجلنا حالات عديدة من الإسهالات، لكن على العموم هذه المنطقة تعاني أكثر حالات من الأمراض الجلدية وأمراض الطفيلية. بلدية الأحرش كانت محط الرحلة التي قدمت الدواء لمئات المرضى خصوصا المسنون والأطفال الذين تستوطن أجسادهم الضعيفة أمراض خطيرة ولا يجدون في الغالب العلاج. عمدة بلدية الأحرش ثمن دور القافلة في علاج السكان وتقديم المساعدة لهم مطالبا الهيئات والمنظمات الخيرية والإنسانية بلفتات مشابهة للمنطقة المعزولة البعيدة عن الطرق والمدن الكبرى في البلاد التي توجد بها خدمات صحية. ونشكرهم حتى ونشوفوا لأنهم ذو الأيام مضاوهم بصفة جيدة وأداوا القدر من المواطنين خدم المناسبة، لأن المواطنين هم كانوا وأزرة وجاوهم من بعيد ياك يقدموا لهم هذه هاول أمور، وهذا نشكرهم عليه. حتى مثلث الفقر مستقر لمئات الآلاف من السكان المعزولين عن بقية البلاد في قراهم الزراعية التي ترتبط بمنطقة وعرة لم تصلها الطرق والبنى التحتية، وقد حظيت باهتمام كبير في دعايات السياسيين، غير أنه لم تتأسس بها لحد الساعة بنى تحتية تستجيب لمتطلبات آلاف الفقراء من السكان. الجمعيات الإنسانية والخيرية تنظم باستمرار حملات وتدخلات في المنطقة، غير أن جهودها لا تزال محدودة بالمقارنة مع متطلبات السكان وعدد القرى المتناثرة التي لا توجد بها مستشفيات أو نقاط صحية كافية لحاجات السكان. يستعد نادي تفرغ زينة متصدر الدوري الموريتاني الممتاز لمواجهة نادي تشكشة في الجولة القادمة من الدوري، ويرفع نادي تفرغ زينة شعار الفوز في اللقاء المرتقب نظرا لفارق النقاط الثلاث عن أقرب مطارديه نادي سنيم كانصادو. المزيد من التفاصيل نتابعه في هذا التقرير. المتصدر نادي تفرق زينة يستعد للقاء نادي تشكجة الذي ظهر هذا الموسم بتشكيلة شابة استطاعت مقارعة كبار أندية الدوري الوطني، مما قد يترك نادي تفرق زينة حريصا على عدم تضييع نقاط هذا اللقاء، فهو المتصدر للدوري حاليا وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه نادي سنيم، ولا يريد في أي حال من الأحوال خسارة اللقاء ويسعى لمواصلة سلسلة انتصارات حققها طيلة الجولات الماضية. أما نادي تشكجة الذي يواصل تسلقه في ترتيب الدوري الوطني بعد أن شكل عائقا لبعض كبار أندية الدوري، ستدخل تشكيلته الشابة وهي تبحث عن فوز ثمين على متصدر الدوري، فالنادي أصبح يشكل عقبة حقيقية لكل فريق أراد الانتصار مهما كان وزنه في المستطيل الأخضر. في الجانب الآخر يبقى الحافز أهم عامرات، فتفرق زين غاب لموسمين متتاليين عن منصات التتويج وذاق طعم مرارة الخسارة رغم كل الظروف المتاحة للفريق. أما نادي تشكجة أو الأحمد سابقا يبقى سجله التاريخي خالي الوفاض من التتويج بالألقاب،
لكنه ظهر هذا الموسم بشكل مغاير حسب البعض، وربما أصبح له شأن في قادم الأيام. فهل سينجو نادي تفرق زينة من قهر الكبار تشجع ويحقق الانتصار، أم إن نادي تشجع لن يترك تفرق زينة يسير لوحده؟ حالات الإصابة بالأمراض العقلية تشكل تحدياً يواجه الأسر الفقيرة في الريف الموريتاني، خصوصاً حين يطال المرض الأبناء الذين كانوا ذات يوم يقومون على شؤون الأسرة. عمر اللبيلي في قرية كب النوامر بالحوض الغربي أصيب بمرض عقلي مفاجئ ليصبح عالة على أسرته بعد أن كان معيلها. نتابع. عمر اللبيلي شاب في 25 من عمره، ولد في قرية كب النوامر التابعة لبلدية صفاء، والأخيرة أيضا بدورها تابعة لمقاطعة تامشقط. كان يقضي طيلة يومه في المزارع، وحين يحل الظلام يعود للقرية ويبدأ في تفقد حال ماشيته كغيره من شباب القرية ومشايخها. فجأة وبدون سابق إنذار تفتحت عيناه على عالم من الغراب. أغرب ما فيه أنه لا يدري بما يجول من حوله، جالسا وحيدا يحاكي نفسه بما آل إليه حاله، مكبلا بالسلاسل تحت هذا العريش المتهالك في قرية لا تتوفر على مستوصف لأي طارئ. فاكتفت أسرة الشاب بالإبقاء عليه على مقربة منها عل وعسى يتماثل للشفاء، لتتوالى الزيارات يوما بعد يوم، لكن حال عمر يزداد سوءا من خلال ملامحه، وتواصل شقيقته السير على خطاه نحو المزرعة مطلع شمس كل يوم التي كان عمر كفيلا بها ذات يوم. عمه الوحيد الذي يتابع حاله لحظة بلحظة بعد أن غيب الموت والده وتربى الشاب بعد ذلك على يده، يقول هو كان الآمر والناهي في الأسرة، وهو الركيزة التي لا غناء عنها في معيشتنا، واليوم نناشد كل البعثات والهيئات المعنية بالأمر بأن حال عمر ما عاد يطاق. طالب من الوزارة يتون هيئة تقد تساعدنا في علاجه، وهذا نبقوه نبقونا جبروا علاجه، والله شيعاونه في علاجه، وهو الحمد لله رجاج مازال جديد، وهو اللي قاعد ما هو أحلف شيء، ولا هم اللي مطمئن هو بحياته، هي اللي ذنبتها ما هي صالحة. والله إن نبقوا الشيء اللي يعاوننا فيه اللي طالبين، ونبقوا المنظمة جينا تعاوننا فيه نداوه، والله طب يداويه والله رواية. يواصل الأخ الأصغر لعمر طريقه بحثا عن قطرة ماء يعود بها للأسرة، ويتمعن ابن عمه فيما آل إليه حال شقيقه الأكبر، والأخير ما زال تائها حائرا في عالم كان بالأمس القريب غريبا عليه. كان الله في عون أسرة عمر وشفاه الله وعافاه. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يصدر تقريرا عن الوضع الحقوقي في البلد وينتخب هيئات جديدة. إلغاء الاجتماع الأخير بين وفدي الأغلبية الحاكمة والمنتدى الوطني يعيد الجدل بشأن عدم الثقة بين الطرفين حول الحوار. وفي الرياضة تابعتم لقاء مرتقب بين متصدر الدوري الموريتاني أفسي تفرغزين ونادي تشججة في الجولة القادمة من الدوري. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. بعد قليل تتابعون إعادة حلقة أمس من برنامج المشهد، والتي ناقشت موضوع حل مشكلة عمال السنيم المضربين منذ شهرين. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.